يعني عقب انتهاء وقت الراحة بدأت الكثافات الانتخابية وكثافة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام العملية الانتخابية وانتخاب رئيس جديد لمصر في انتخابات يتنافس فيها 4 مرشحين منذ الساعات الأولى لهذا اليوم، وبالتحديد في لجنة الشهيد أحمد بدوي التابعة لحي البساتين بمحافظة القاهرة، كان هناك كثافة عالية من الناخبين خاصة السيدات والشباب والشيوخ، ويعني كان في كمان ملاحظات تابعناها من خلال الأسر اللي توافدت على اللجان الانتخابية بصحبة أطفالهم لحثهم على المشاركة الإيجابية والفعالة في أي استحقاق دستوري يخص بلدهم لرسم مستقبل الدولة المصرية من خلال هؤلاء الأطفال والسيدات والشباب والشيوخ. القوات الأمنية تؤمن جميع المقار الانتخابية في محافظة القاهرة التي تستمر فيها العملية الانتخابية بشكل سلس وميسر، خاصة بعد التسهيلات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين وأيضا لذوي الإعاقة. يعني تم توفير كراسي متحركة ومساعدة خاصة لذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم داخل هذه العملية الانتخابية. كمان تواجدت الأطقم الطبية من قبل وزارة الصحة داخل مقار اللجان الانتخابية نظرا أو تحسبا لحدوث أي طارئ قد يحدث. يعني يستمر عملية الإدلاء بالأصوات داخل اللجان الانتخابية حتى 9 مساء، وسنتابع معكم كل التفاصيل حتى إغلاق اللجان الانتخابية في تمام 9 مساء. أشكرك شكرا جزيلا الزميل محمد الجباسة من القاهرة، وننتقل إلى الزميل أحمد لطفي في الغربية. أهلا بالسادة المشاهدين، منذ قليل فتحت اللجان الانتخابية مرة أخرى بعد الساعة الراحة للقضاء المشرفين على العملية الانتخابية، فالساعة المحددة من الساعة 3 عصرا إلى الساعة 4 عصرا خلال 3 أيام الانتخاب الرئاسة الجمهورية. احنا دلوقتي موجودين في لجنة كفر الزيات في محافظة الغربية اللي شهدت منذ اللحظات الأولى ومنذ الساعات الأولى وحتى منتصف اليوم توافد وإقبال كبير من السيدات وكبار السن والشباب وذوي الهمم وذوي والمكفوفين اللي تعاملوا بطريقة برايل لتيسير عليهم في العملية الانتخابية والإدلاء برأيهم والمشاركة في العملية الانتخابية. محافظة الغربية بها 3 ملايين ناخب بنطاق المحافظة، وعن اللجنة اللي احنا متواجدون فيها الآن لجنة كفر الزيات يوجد بها لجنتين، لجنة للمغتربين ولجنة فرعية بها عدد الكتل التصويتية 9000 ناخب. المشهد كما ترون من حولي مشهد في إقبال متوسط من الناخبين بعد فترة الراحة الساعة اللي كان يقضيها القضاء يوميا من خلال 3 أيام، ومن المنتظر أن يزداد عدد الناخبين خلال الساعات الأخيرة من اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024. بشكرك شكرا جزيلا الزميل أحمد لطفي من الغربية، وننتقل إلى محافظة الجيزة والزميل أحمد فرج. إليك أحمد. اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الذي فتح أبوابه في تمام 9 من هنا من محافظة الجيزة، ورصد للعملية الانتخابية في يومها الثاني وعملية الاقتراع في محافظة الجيزة التي تضم 6 لجان عامة بواقع 754 لجنة فرعية. محافظة الجيزة ذات الكتلة التصويتية الثانية على مستوى الجمهورية، حيث يصل عدد المصوتين والناخبين لما يقرب من 6 ملايين أو أكثر من 6 ملايين ناخب يشاركون في العملية الانتخابية في محافظة الجيزة. رصد العملية الانتخابية وبعض الشهود على العملية الانتخابية منذ انطلاقها في تمام 9 يعني قبل فتح الصناديق بحوالي ساعة، كان هناك اصطفاف للطوابير من كبار السن والسيدات في معظم محافظات الجمهورية، وبالتحديد في محافظة الجيزة في عدد من اللجان الخاصة بمراكز الاقتراع،
وبعدها تم تحرير محضر الفتح من القاضي أو المستشار رئيس اللجنة يعني فتح الأقفال البلاستيكية التي تم الإغلاق عليها أمس، وبعدها مباشرة تتم عملية الاقتراع بكل سلاسة والدخول إلى داخل اللجنة. كل مواطن يعني لا يأخذ وقتا طويلا في الإدلاء بصوته، قد تصل إلى دقيقة أو أقل من ذلك في الدخول والإدلاء بصوته، وتتم العملية بكل سلاسة وكل بساطة دون أي معوقات. لم نرصد أي تجاوزات أو أي تأخير في فتح صناديق الاقتراع في الساعات الأولى للصباح اليوم الثاني كما رصدناه في اليوم الأول دون أي تأخير. يعني الأغاني الوطنية ويعني الأعلام المصرية التي تظهر من وقت إلى آخر كما تسمعون معي في هذه الأثناء أمام اللجان لحث المواطنين على النزول والمشاركة بجوار كل مقر اقتراعي. يوجد يعني عدد من المتطوعين الشباب الذين يساعدون الناخب في الوصول إلى المقر الاقتراعي الخاص به للمشاركة في العملية الانتخابية. وأنت كمواطن إن لم تكن تعلم لجنتك الانتخابية من الممكن الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالهلال الوطنية للانتخابات وإدخال الرقم القومي الخاص بالبطاقة الانتخابية، وبعدها مباشرة سوف تحصل على اللجنة الخاصة بك. في محافظة الجيزة هناك عدد من اللجان الخاصة بالوافدين للمشاركة في العملية الانتخابية. التأمين في معظم لجان الجيزة للعملية الانتخابية أيضا يعني بنرى عدد من الشباب وكبار السن الذين يسيرون في الشوارع لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية حتى تتم العملية الانتخابية بكل سلاسة وكل بساطة. بشكرك شكرا جزيلا الزميل أحمد فرج من محافظة الجيزة، وننتقل مع حضراتكم إلى بورسعيد والزميلة هدير جميل. تحياتي لكل مشاهدينا، الإقبال الكثيف للغاية، الأغاني الوطنية والأجواء الاحتفالية، هذه هي العناوين الرئيسية للمشهد الانتخابي في ثاني أيام الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، والذي نتابعه هنا داخل محافظة بورسعيد وتحديدا من داخل لجنة 8 للوافدين في الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس. هذه اللجنة تحديدا امتد عملها بالأمس 3 ساعات إضافية لتتمكن من الانتهاء من كافة الحضور الذين حرصوا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، والمتابعون للعملية الانتخابية اليوم يرجحون أن في الأغلب هذا ما سيتكرر أيضا في ثاني أيام الاستحقاق الانتخابي للانتهاء من المئات الذين حرصوا على القدوم للإدلاء بأصواتهم وفقا لما يكفله لهم الدستور المصري في مادته 87. ما شهدناه هنا أن المحافظة تحديدا بها أعداد كبيرة للغاية من الوافدين، لأن الكثير من أبناء المحافظات المصرية الأخرى يأتون إلى هنا في بورسعيد للعمل في المناطق الاستثمارية والمنطقة الصناعية وميناء بورسعيد وغيرها من المشاريع القومية الضخمة، وفرصتهم الوحيدة هي الإدلاء بأصواتهم من خلال 5 لجان للمغتربين هنا في بورسعيد. فنتابع المشهد عن كثب وننقل إليكم كل التفاصيل. أشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة هدير جميل من بورسعيد. شكرا للزملاء محمد الجباس وأحمد لطفي وأحمد فرج على هذه التغطية، وسنكون معكم مرة أخرى.